يشرفنا أن نستضيف سماحة العلامة الشيخ محمود العالي، يبحر بنا في سفينة المعرفة في بحر العلوم المهدوية. نستقبله وإياكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أبارك لكم أيها الأخوة الكرام هذه الذكرى الميمونة والطيبة والعطرة، ذكرى ولادة سيدنا وإمامنا منقذ البشرية الحجة بن الحسن جل الله تعالى فرجه الشريف، سائلين الله عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة ونحن في حال أحسن من هذا الحال، وعلى ما كنا عليه في سالف الأعوام، وأفضل من ذلك أنه سميع مجيب. قال عز وجل في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآية المباركة تؤكد هذه الحقيقة، وهي أن أعمال الناس أياً كانوا مؤمنين أو كفار، أبراراً أم فجار، أعمالهم تعرض على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى المؤمنين. وجاء في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن المقصود بالمؤمنين هم الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم، فهم المؤمنون الذين تعرض أعمال الخلق عليهم. وهذه الروايات تعبر عنها السيد الطباطبائي قدس الله سره الشريف أنها روايات مستفيضة ومتضافرة عن أئمة أهل البيت، رويت في مجاميع أحاديثهم، مجاميع الأحاديث الشيعية اشتملت على هذه الروايات التي تضمنت هذا المعنى، وهو أن المقصود بالمؤمنين هم الأئمة. من هذه الروايات ما رواه محمد بن مسلم الثقة الجليل تلميذ الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما، عن أبي جعفر الباقر قال: سألت عن الأعمال هل تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله، سألته عن الأعمال هل تعرض على رسول الله. لاحظوا جواب الإمام سلام الله عليه، قال: ما فيه شك، الأعمال أعمال الأمة أعمال الخلق، ليس هناك أدنى شك في أنها تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله. قال، يعني الإمام سلام الله عليه مستشهداً على قوله ومستدلاً على قوله بالآية المباركة، قال: أرأيت قول الله اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ فقال، بعدما استشهد الإمام بهذه الآية مدعماً لقوله، قال عليه السلام: لله شهداء في خلقه، الله إليه شهداء على الخلق، له شهداء على البرية، له شهداء على الناس يوم القيامة. وهذا هو منتهى العدالة. لست الآن في بيان فلسفة وجود الشهداء وما هي فلسفة وجود الشهداء، ذاك بحث عقائدي معرفي يطرح في محله، ولكن هذه الرواية تقرر هذا المعنى، وهو أن لله عز وجل شهداء على خلقه. هذه الروايات التي دلت على أن الأئمة تعرض عليهم الأعمال، كل إمام زمان تعرض عليه أعمال أمته، وفي هذا الزمان أعمال الناس تعرض على الإمام صاحب العصر والزمان
لأنه هو إمام هذا الزمان. هذه الحقيقة بضم ما تضمنته هذه الروايات تمثل عامل دفع وتمثل عامل للتحفيز نحو رقي الإنسان إلى الأمام وتقدمه في مدارج الكمال، لأن الإنسان لما يعلم، وعلى اختلاف مراتب درجات هذا العلم، الإنسان لما يعلم بأن هناك مراقب له وهناك من يطلع على أعماله، وهذا المطلع على الأعمال له حيثية معنوية، هذه الحيثية المعنوية كبيرة جدا في فكره وفي معتقده وفي منظومته الفكرية، وهو الإمام المعصوم. فلما أعتقد أن هناك من يراقبني وتعرض عليه أعمالي وهو الإمام المعصوم الذي أحمل له تلك الصورة من العصمة والقداسة، طبيعي أن هذا يحفزني ويدفعني إلى الامتثال لأوامر الله عز وجل والاستقامة على طريقة الشريعة وإبعاد النفس عن كل ما يبغض الله عز وجل وكل ما ينهى عنه. فمراقبة الإمام سلام الله عليه الذي تمثل عرض الأعمال عليه، أو عرض الأعمال الذي يمثل نحواً من الرقابة الإلهية لأعمالنا، عامل محفز وعامل يدفع بنا إلى الالتزام بهذه الشريعة وبأحكامها، وإلى مخافة الله سبحانه وتعالى، وإلى تقوى الله عز وجل. هذه الحقيقة ينبغي لنا أن نستشعرها تماماً وأن نستحضرها تماماً في كل أفعالنا وحركاتنا، أن الفعل الذي أرتكبه، أن العمل الذي سوف أقوم به، سوف يعرض ضمن تقرير، وسوف يعرض على الإمام ضمن ملفات التقرير التي ترفع إلى الإمام سلام الله عليه. وهذا أمر ينبغي علينا أن نحسه تماماً. الشخص اللي يعرف أن هناك تقرير، ما يعرف بتقرير المحاسبة، هذا تقرير المحاسبة يدعو الموظف وعامل الشركة وموظف الشركة إلى أن يحاسب في أدائه، ويجد أن يكون أداؤه أداء يحصل على تميز ويحصل على درجات ويكون مرضياً إلى الجهة التي ترفع إليها التقرير في ديوان المحاسبة. الغرض من وجوده هو إيجاد التحفيز والدفع، مضافاً إلى صيانة العمل من أي خلل أو تقصير. فلذلك رقابة أئمة أهل البيت من خلال رفع هذا التقرير هو عامل محفز. ما أريد أن أتناوله في هذه الوقفة هي وظيفة ومسؤولية حماية المعتقد في ظل غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. في ظل وجود الإمام وحضور الإمام، المسؤول عن المعتقد والذب عن المعتقد وبيان المعتقد هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نحن بحسب اعتقادنا وبحسب انتمائنا لمدرسة أهل البيت وتبنينا لمعتقداتها وتبنياتها الفكرية والعقدية، نعتقد أن هذه العقيدة قد تمت وأن هذه الشريعة قد تكاملت بختم النبوة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبانتهاء مرحلة الإمامة الظاهرة، فهذه الشريعة قد تمت عقيدة وشريعة. فما وصل إلينا من معتقد هو معتقد تام صحيح ليس فيه نقصان ولا ينبغي أن يزاد عليه. هذه عقيدتنا باعتقادنا الجازم نتيجة انتمائنا لمدرسة أهل البيت صلى الله وسلامه عليهم. نؤمن بهذه العقيدة أن كل هذا الموروث العقائدي
هو العقيدة التامة الصحيحة التي يجب أن نعتقد بها ولو إجمالا. ولذلك لما أن ننقن الميت نقول له تلقن، وأن كل ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهو حق من عند الله. هذه العقيدة التي ورثناها سلفا عن خلف هي العقيدة الصحيحة السليمة التي يجب علينا أن نعتقد بها. الحفاظ عليها مسؤولية مهمة جدا، وذلك من خلال أولا بيان أهمية العقيدة وخطورة العبث بها. المعتقد مهم جدا. ليش المعتقد مهم جدا؟ لأن له دور في استقامة الإنسان. العقيدة الصحيحة، العقيدة السليمة هي التي تبني الالتزام في شخصية الإنسان. فبقدر اعتقاده الصحيح وبقدر تحويل هذه المسائل النظرية إلى اعتقادات جزمية في قلبه سوف يشتد التزام الإنسان، استقامة الإنسان، التزام الإنسان. العقيدة الصحيحة لها الدور الأساسي في سلامة وصحة سلوكيات الإنسان. كل إنسان يمتلك عقيدة صحيحة وسليمة فهو يمتلك سلوكيات صحيحة تامة، والعكس صحيح. كل ما كان هناك خلل في اعتقاد الإنسان أثر ذلك على سلوكياته وعلى أفعاله وعلى أعماله. إذن العقيدة الصحيحة السليمة في غاية الأهمية لما لها من دور في تصحيح سلوكيات الإنسان، استقامة سلوكه، اتزان السلوك، اتزان الأفعال. فهذه مسألة واضحة وبينة جدا. لما نأتي إلى الروايات، لاحظوا في الآيات والروايات أهمية العقيدة وخطورة العبث بها. عقيدة خطيرة جدا، العبث بها أخطر جدا. في الآية المباركة في قوله تعالى في قضية بني إسرائيل: ولقد كتبنا فيها، ولقد كتبنا عليهم فيها أن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآية تقرر أمر، وهو أنه الله سبحانه وتعالى شرع هذا التشريع في التوراة، وهذا لا يختص بالتوراة وإنما لبيان معنى من المعاني، أن الله عز وجل شرع هذا القانون، قانون المجازات والعقوبة، أن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل ماذا؟ الناس جميعا. ومن أحياها، أحيا هذه النفس، فكأنما أحيا الناس جميعا. خب، قتل واضح، يعني إنسان يتعمد اغتيال إنسان ينهي حياته المادية. أما من أحيا، أحيا واضح، إنسان يشرف على الهلاك، غرق، حرق، غير ذلك من الأسباب ينقذه. هذا الإنقاذ يمثل عملية إحياء. هذا الإحياء لهذا الفرد هو إحياء للناس جميعا. هذا تفسير الآية بحسب ظاهرها، لكن لما نأتي إلى الروايات نجد الروايات تبين مصداق للإحياء أكبر من هذا الإحياء الظاهري المتمثل في استمرار الحياة المادية. ما هو هذا الإحياء الذي تشير إليه بعض الروايات وتقول أن هذا هو تأويلها الأعظم، يعني التفسير الأعمق للآية، ليس ما تعطيه ظاهر الآية، وإنما التفسير الأعمق للآية هو معنى آخر وهي الإحياء المعنوي. ما هو هذا الإحياء المعنوي؟ الإمام يقول: من أحياها، يعني أخرجها من ضلال إلى هدى. إنسان يعيش في ضلال فكري، ضلال عقائدي، عقيدة مشوهة، عقيدة ناقصة، عقيدة غير صحيحة، أي لون من ألوان الضلال، إنسان يأتي ويهديه ويخرجه من هذا الضلال. هذا هو الإحياء
الذي هو المعنى الأدق والأعمق للإحياء من ذلك الإحياء البدني واستمرار الحياة المادية. الإمام يقول في الرواية تأويلها الأعظم، يعني التفسير الأدق التفسير الأعمق للآية هو من أخرجها من ضلال إلى هدى. لاحظوا أهمية العقيدة وسلامتها. في الآية الأخرى والفتنة أشد من القتل، جاء في تفاسير المسلمين سنة وشيعة أن المقصود الفتنة أشد من القتل هو فتنة الإضلال. الإنسان لما يلقي الشبهات ويلقي الأفكار التي تضل الناس وتزيغهم عن المعتقد الحق، هذا هو الفتنة الذي اعتبر في الآية أشد من القتل. نحن كم نستفضع عملية القتل، لما تسمع أن إنسان قتل شخص وتعرف أنه من دون جناية أو من دون سبب يقتضي قتله، هالشكل فرضنا منازعة مادية بسيطة أو نزاع بسيط على مسألة بسيطة، هذا الشخص يحمل سكين يطلق رصاصة يقتل هذا الشخص، نحن نستفضع هذا الأمر أو لا؟ نعتبر أن القاتل هذا ما يمتلك عواطف إنسانية، ما عنده ذرة من إنسانية، لسبب تافه مال أو شيء من هذا القبيل قتل صاحبه. نستفضع القتل ونعتبره أكبر جريمة. الآية الكريمة تقول إضلال الناس من خلال إلقاء الشبهات، حرف الناس من خلال إلقاء الكلام الغير المدروس، إخراج الناس من المعتقد الصحيح إلى معتقد فاسد نتيجة إضلال سواء كان متعمد أو مقصر في مقدماته العلمية. بعض الإنسان يقصر في بعض المقدمات العلمية ويصل إلى نتائج ماذا؟ خطيرة تؤثر على المعتقد. هذا الإضلال الذي عبرت عنه الآية بالفتنة هو أكثر فظاعة من القتل. كم نحن نستعظم قتل الإنسان وإنهاء حياة الإنسان المادية؟ عملية الإضلال التي تمارس هي أشد خطورة من ماذا؟ من اغتياله على المستوى المادي وإنهاء وجود المادي. هكذا هي أهمية المعتقد في نظر الإسلام. ورد عندنا في روايات صحيحة وفي موجود في أصول الكافي للكليني قدس الله سره الشريف، ما مضمونه أن المبتدع يعني صاحب البدعة اللي يضل الناس يعرف الناس، إذا الآن أفاق وأراد أن يتوب من بدعته التي ابتدعها وأضل بها الناس، الرواية تقول لا توبة له. هذا الذي جاء بهذه البدع والأفكار المضلة هذه لا توبة له، توبة بهذا الشكل، وهو أن يرجع من أضلهم عن ضلالهم. شلون توبة تصير هذا؟ إذا استطاع أن يرجع من أضلهم عن ضلالهم، مو أضل الناس حرف الناس سواء كان بإلقاء الشبهات أو بمسائل قصر في مقدماتها العلمية وانتهى إلى هذه الآراء الباطلة، توبته أن يرجع هؤلاء الذين أضلهم وأنى له ذلك. الإمام يقول وين هذا يقدر يرجع اللي أضلهم؟ إذا كان اللي أضلهم ماتوا، هؤلاء تأثروا بهذه الضلالة ماتوا على هذه الضلالة، فكيف تتحقق توبة هذا الشخص الذي ابتدع هذه البدعة أو مات قبل أن يؤثر على الآخرين؟ ما اقتنع الآخرون، موجود بعض الأحيان هذه مشكلة، هو يطرح بدعة بعد ذلك يصحى ضميره يريد أنه يرجع هذولين اللي أضلهم ما يستطيع، يقول له لا أنت المشتبه الآن، كلامك الأول هو الصحيح، فأنى له بالتوبة، توبته أن يرجع من أضل هؤلاء. من كل هذه النصوص وغيرها الكثير نفهم ضرورة العقيدة وأهميتها من جهة، وندرك خطورة أي عبث عقائدي أو أي عبث بمعتقد الناس
لأنه يمثل خطورة على استقامتهم، وإذا تأثرت عقيدتهم تأثرت استقامتهم، إذا نقصت عقيدتهم نقص تدينهم ونقصت استقامتهم. لذلك المسألة ليست مسألة من السهولة، وليست مسألة عادية أيها الأخوة. مسألة العقيدة خطيرة جدا. العبث بقضايا العقائد ومعتقدات الناس من أخطر الأمور. ما هي التحديات التي تمثل خطرا محدقا بمعتقداتنا؟ قبل أن أقول ما هي هذه التحديات، أريد أن نقول بأن وظيفة حماية العقيدة والمعتقد الذي ورثناه سلفا عن خلف إلى أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم هو مسؤولية الفرد ومسؤولية المجتمع. أنا مسؤوليتي وظيفتي كفرد أن أحمي معتقدي، أن لا أعرض هذا المعتقد لما يزلزله، لا أعرض هذا المعتقد إلى ما يشوهه، لا أعرض هذا المعتقد إلى ما يؤثر عليه ثم بعد ذلك هذا المعتقد يزول من نفسي. هذه وظيفة، مسؤولية على الفرد. المجتمع أيضا يتحمل مسؤولية تجاه المعتقد، وهو أن لا يتساهل وأن لا يتسامح في كل هذه المشاريع التي تؤثر على عقيدة الناس. هي مسؤولية مهمة جدا. بعض الأحيان ربما أنا لما أضرب هذا المثال أرجو أن لا يكون له إسقاط من قبلكم على أرض الواقع، خلوا الإسقاط، نحن نريد أن نضرب مثالا حتى لنقرب الفكرة مو أكثر. أنا صاحب مأتم، عندي مأتم، مو المهم أن أجيب لي أي خطيب، وليس المسؤولية أن آتي بأي خطيب كان، المسؤولية أن آتي بالخطيب الذي يحرص على عقيدة الناس، أخلاق الناس، تدين الناس. آتي بخطيب ويطرح أيا كان ما يزعزع عقيدة الناس، ما يشكك الناس في معتقداتهم، ما يؤثر على سلامة هذه العقيدة، ما يؤثر على أخلاق الناس، هذه مسؤولية. من يتحملها؟ عندما تتأثر معتقدات الجماهير والناس ولو فرد واحد. المسألة مو مسألة نقول لا والله شخص، تأثر شخص واحد من خلال كلام تشكيك يطرح هنا أو هناك، هذه مسؤولية المجتمع، مسؤولية صاحب المأتم، مسؤولية الجماهير، مسؤولية المستمعين أيضا الذين لا يتخذون موقفا اتجاه مثل هذه الحالة، مسؤولية. فإذا حماية المعتقد ليست هي مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية فردية ومسؤولية المجتمع، مسؤولية مجتمعية نتحملها في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن المطلوب منا أن نوصل هذه العقيدة إلى الأجيال تلو الأجيال بسلامتها التي وصلت إلينا عن سلفنا، عن علمائنا إلى أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أمانة في أعناقنا، علينا أن نوصلها إلى الأجيال، ولا يعفى أحد من هذه المسؤولية. التحديات اللي تواجه المعتقد أيها الأخوة أذكرها باختصار في مجموعة، بس أحاول أن أقتصر على ثلاثة عناوين بحسب ما يسمح به الوقت. التحدي الأول هي الأطروحات التشكيكية. هناك الآن قد ندعي أنها ظاهرة برزت في الآونة الأخيرة، وهي كثرة الأطروحات التشكيكية. هناك فكر تشكيكي يريد أن يشكك في كثير من القضايا، لربما يبدأ بقضايا جزئية، لكن المسألة لا تقف عند هذه القضايا الجزئية، بل تمتد إلى قضايا رئيسية وأصلية. هذه الأطروحات التشكيكية مهما أخذت من تعنونات،
ومهما أخذت من عناوين، سواء بعنوان القراءة الجديدة، بعنوان تأملات، بعنوان أنه حرية الرأي والفكر، أيا كانت هذه المسميات، فهذه المسميات لا تبيح ولا تحلل لأي أحد أن يطرح التشكيكات في معتقدات الناس منطلقا من مقدمات غير علمية ومقدمات غير مدروسة، لأنه سوف تنتهي بعد ذلك بكارثة وهي الهزة في معتقدات الناس، وهذه مسألة خطيرة جدا. الأطروحات التشكيكية كثيرة كثيرة، الأطروحات التشكيكية يبدأ بتشكيك في جزئيات، ثم يصعد إلى مهام المسائل الاعتقادية اعتمادا على بعض المقدمات الغير العلمية، على بعض الشبهات، طرح الشبهات، كل هذا يمثل تحدي خطير لمعتقداتنا. ولذلك لا ينبغي لنا تحت أي مسمى من المسميات أن نقبل بهذه الأطروحات التشكيكية. البعض يأتي مثلا يقول هذه الزيارة الفلانية، زيارة الجامعة، هذه لا تتناسب مع فكر أهل البيت، فيها غلو، ويبدأ بالتشكيك من هذه الناحية، ثم يشكك في مقامات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ومراتبهم التي رتبهم الله فيها. ونقرأ احنا دائما في الزيارة: ومراتبكم التي رتبكم الله فيها، يعني هناك مقامات، مراتب، هذه المراتب عينية وجودية تلازم وجودهم الظاهري، ومراتب عينية تلازم وجودهم المعنوي في ذلك العالم. الآن إنسان لما يجي ويشكل على أنها زيارة الجامعة تمثل غلواً، أنت لما تجي أنت تقول له تعال حدد لي مقياس الغلو أولاً، ما هو مقياس الغلو؟ خب لا تلقي الكلام هكذا على عواهنه، أو تطرح هذه المفاهيم الفضفاضة من دون تحديد لهذا المفهوم. ما هو الغلو الذي يمثل مقياساً إلهياً لطرح كل ما لا ينسجم مع طبيعة الإنسان؟ لا بد تحدد لي مفهوم الغلو، وعلى أساسه مفهوم الغلو حينئذ نجعله بعد تصحيحه نجعله المقياس في الرفض والرد. أما أنه يطرح هكذا مفهوم فضفاض لأن أنا ما استسغت هذا الشيء، الاستساغة أو أنه عدم هضم الشيء ليس هو المقياس، ولا ينبغي التلاعب بالمصطلحات، هذه مسألة خطرة جدا. الآن هذه المسألة من المسائل الخطرة التي تحتاج إلى معالجات علمية وفنية، وهو عدم التلاعب بالمصطلحات، لأن بعض الأحيان إنسان يطرح المصطلح، هذا المصطلح إذا ما كان محدد، ما كان المصطلح واضح، ما كان المصطلح مبرهن، يتضيع فيه كثير من الحقائق الدينية والعقائدية وغيرها. فلذلك من الضروري أيها الأخوة أن لا نسمح لمثل هذه الأمور أن تطرح في الأجواء غير المختصة. اللي يستطيع هو أصحاب الاختصاص، غير أصحاب الاختصاص لا يمكنهم أن يحددوا أن هذا غلو أو غير غلو. بعض الأخوان يطرح هذا الأمر، أقول له أيما أذكى أنت أم السيد الإمام الخميني رحمه الله، أيهم أشد ذكاء؟ هذا السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، هذا العقل الجبار اللي كان أحد أساتذته السيد أبو الحسن الرفيعي القزويني أستاذه، يقول هذا كله عقل، يعني لشدة ذكائه يقول هذا عقل. هذا الرجل بهذه العقلية، بهذا الفهم، بهذا الذكاء، يقرأ زيارة الجامعة عند أمير المؤمنين سلام الله عليه لمدة 15 عام لما كان في النجف الأشرف ليليا، إلا في الظروف الاستثنائية، لم يلتفت إلى هذه الإشكالية. شخص أقل منه ذكاء يلتفت إلى هذه الإشكالية؟ كل علمائنا الذين كانوا يوصون بقراءة هذه الزيارة والمواظبة عليها، وإذا أردنا أن نعرف مقامات المعصومين نقرأ زيارة الجامعة،
حتى أن مثل الشيخ الجوادي الآملي حفظه الله وأطال الله في بقائه يعبر عنها هذا التعبير بجوشن الزيارة، مثل ما عندنا جوشن الأدعية، الجامعة هي جوشن الزيارة. كل هؤلاء العظم على فهمهم للدين وعلى استيعابهم لمنظومة الدين وعلى ذكائهم لم يلتفتوا إلى هذا الشيء، يأتي شخص ويقول بأن هذه الزيارة هي غلو، ثم بعد ذلك يشكك في مراتب ومقامات الأئمة المعصومين، هذا عبث بالعقيدة. أو مثلا البعض يأتي ويقول بأن الفقهاء حتى يشرعنوا ولايتهم أيا كان حدود هذه الولاية لابد أن يفترضوا تلقيهم للولاية عن الإمام المعصوم، لذلك قالوا بوجود الإمام، طرح هذا الكلام يقول احنا نؤمن بوجود الإمام المهدي، لكن أن يكون الآن موجود وغائب هذا هو من اختلاق الفقهاء. لاحظوا هذه التهمة والفرية على فقهاء الأمة الذين يتمتعون بالمكانة الكبيرة من التقوى والإيمان والعدالة، كيف يتهم هذه التهم الجزافية لأجل قراءة خاطئة هو اعتمد عليها. هي القراءة بدأ يتهم أنه قراءة خاطئة، لاحظ ماذا يصنع، يوجه التهمة لفقهاء الأمة على ما هم عليه من العدالة والورع والتقوى، ويقول هؤلاء حتى يصححوا ويشرعوا ولايتهم عن الإمام المعصوم قالوا بأن الإمام ولد وأنه غاب وله غيبتان، غيبة صغرى غيبة كبرى، غيبة الصغرى له وكلاء خاصين يلتقي بهم، في الغيبة الكبرى جعل الولاية لعنوان الفقهاء. لاحظ كيف العبث بعقائد الناس. أين أنت من أحاديث الخلفاء من بعد 12 خليفة كلهم من علي بن أبي طالب، أو حديث أن الخلفاء عدتهم كعدة بني إسرائيل، نقباء بني إسرائيل 12 نقيبا كلهم من قريش، يعني سادة من بني هاشم، أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يأتي الكليني وقبل أن يأتي شيخ الطائف الطوسي وقبل أن يأتي الصدوق وقبل أن يأتي الشيخ المفيد وقبل أن يأتي أعلام هذه الطائفة وأعلام هذه الأمة. هذه الأحاديث رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورواها المؤلف والمخالف، الشيعة والسنة رواها، أن الإمام سلام الله عليه من ولد علي صلوات الله وسلامه عليه وأنه مهدي هذه الأمة. هي أحاديث جاءتنا قبل أن يأتي الكليني، قبل أن يأتي الشيخ الطائفة، قبل أن يأتي الشيخ المفيد، قبل أن يأتي السيد المرتضى، قبل أن يأتي كل أعلام الطائفة. يعني هذه الأحاديث التي تدلل على استمرار هذه السلسلة المباركة وهم الأئمة الاثنى عشر بعنوان 12 خليفة، 12 نقيبا، 12 رجلا، لا تقوم الساعة حتى يملك 12 رجلا من قريش. المقصود بالملك هي الإمامة، وآتيناه ملكا عظيما، إشارة إلى داود يعني اللي هو الإمامة. أم يحسدون الناس على ما آتيناهم فلقد آتينا آل داود ملكا عظيما. فإذا المسألة هي محاولة للعبث في معتقدات الناس، زلزلت معتقداتها تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، قراءة جديدة، تحليل، نظرة جديدة، غير ذلك، هذه مسميات ما أنزل الله بها من سلطان. الإنسان لما يريد يتكلم يتكلم بمقتضى انتماء للشريعة. شنو تقول الشريعة؟ أنا أتكلم في ضوء الأدلة الشرعية، لا في ظل مسميات أنا أخرجها من الجيب، عنوان قراءة جديدة، تفسير جديد، عنوان تحليل جديد، تأمل جديد، كل هذه العناوين لا تبرر التشكيك وضرب معتقدات الناس. هذا هو عامل خطير، وهنا المسؤولية تجاه الفرد، مسؤولية تقع على الفرد، مسؤولية تقع على المجتمع تجاه هذه الأطروحات التشكيكية، ألا نسمح لنا لأنفسنا للمجتمع بتلقي هذه الشبهات، لأن هذه الشبهات مثل الفيروسات المضرة
كيف احنا نحمي انفسنا من الفيروسات المضره التي تضر بحياتنا الماديه. هذه التشكيكات الشبهات افتكوا من هذه الفيروسات التي تضر بحياتنا الماديه. الامر الاخر هو استهداف الخارجي. هناك استهداف لعقيده المسلمين، استهداف لعقيده اهل البيت، استهداف لعقيدتنا كمسلمين. هذا الاستهداف الخارجي، ولا أريد أن أطيل حول هذه النقطة، أشير إلى مجرد هذا العنوان، لا نسمح لأنفسنا للانفتاح على هذه الأجواء تحت أي ذريعة، لأن العقيدة أهم بكثير من أن الإنسان ينفتح على هذه العناوين أو ينفتح على هذه الأجواء ونتيجتها استلاب العقيدة. أن عقيدتنا تستلب منا، لا نسمح لأنفسنا للانفتاح على هذه الأجواء التي تضر بعقيدتنا. التحدي الثالث هو أصحاب الأطماع. هناك أصحاب، هناك أشخاص لهم مطامع، أصحاب مطامع لا يمكن أن تتحقق مطامعهم وتمنياتهم النفسية التي يمنون بها أنفسهم إلا من خلال التسلق لهذه المناصب. لن يكون لكلامهم أي تأثير، لن يكون لآرائهم أي تأثير، لن يكون لوجهات نظرهم أي تأثير ما لم يأخذوا عنوان منصب وموقع. ولذلك هم يتسلقون لهذه المناصب وهذه المواقع الدينية الخطرة من خلال التشكيك. هذه الحملة الشرسة الموجهة ضد المرجعية التي هي يعني أقل ما نعبر عنها، هي صمام الأمان للعقيدة والشريعة. ضرب المرجعية هو لأجل أن يصلوا هؤلاء، وما أكثرهم مع الأسف، إلى هذه المناصب وإلى هذه المواقع، يبدأون بالتشكيكات في كثير من هذه القضايا وهذه المسلمات العقائدية. جاء في روايات الغيبة أن هناك فتنة، والفتنة هي فتنة عقائدية، بينتها الروايات أهل البيت بصور مختلفة، منها ما جاء أن الإنسان يمسي على دين ويصبح على دين، أو يصبح على دين ويمسي على دين. يعني هذه التنقلات، هذه التذبذبات، هذه الحالة من الاضطرابات العقائدية والفكرية اللي الإنسان يصبح فيها على معتقد ويمسي على معتقد، هذه الحالة من الفوضى العقائدية والاهتزاز العقائدي، هذا ما نعبر عنه وما عبر عنه بالتحديات العقائدية. ما هي الوظيفة الإمام سلام الله عليه في الرواية، رواية صحيحة السند، يقول لا ينجو منها، يعني من هذه الفتن العقائدية، إلا من تمسك بدعاء الغريق، لأن دعاء الغريق يمثل تحصيناً معنوياً، ويمثل تحصيناً روحياً، ويمثل تحصيناً قلبياً وعقائدياً إذا واظب عليه الإنسان. دعاء مختصر موجود في مفاتيح الجنان، إذا الإنسان واظب على هذا الدعاء حمى نفسه من هذه الفتن الدينية والعقائدية والفكرية. لا ينحصر الأمر في هذه الوظيفة وقراءة الدعاء، التحصين الذاتي، يعني أن نحصن أنفسنا من الشبهات، نحصن أنفسنا من هذه الأفكار الضالة من خلال الرجوع إلى العلماء الثقات الذين يحملون وصفين، أن يكون أمين على الدين وأمين على الدنيا. ولذلك جاء في روايات أهل البيت في إرجاعنا إلى الفقهاء هذا التوصيف، أن يكون مأموناً على دنيا الناس في أموالهم وأعراضهم، ومأموناً على دين الناس، لا يوظف الدين للدنيا ولا يوظف الدين للمصالح الدنيوية، لا يوظف الدين للمنصب، لا يوظف الدين للمال، لا يوظف الدين للفئة، لا يوظف الدين لانتمائه أيا كان إلا الدين. هذا الشخص الذي يتمتع بهذه الصفة مأمون على الدين والدنيا، والذي ينبغي أن نلجأ إليه في مقام التحصين.
وظيفة خطيرة جدا. أنا لا أريد أن أضيع وقتكم بكلمات أو أن أقف والعياذ بالله معاذ الله في مجرد كلمات وطنطن بكلمات، إنما أريد أن نقول هناك وظيفة علينا شرعية ودينية، ووظيفة عظمى في زمن الغيبة، وهو أن نحمي الأجيال من أي ممارسة تضليل أو ممارسة حرف لمعتقدهم الصحيح الذي ورثناه سلفا عن خلف إلى أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه مسؤولية تقع على عاتق كل فرد وعلى عاتق المجتمع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يأخذ بأيدينا لرضاه جل وعلا، وأن يرضي عنا قلب إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.